ما زال غير معروف بعد لماذا حاولت سيدة من ولاية كونيتيكت اقتحام أحد مداخل البيت الأبيض بسيارتها، ثم سلكت جدة بنسلفانيا وبرفقتها طفل في الثالثة تقريبا وسيارات أجهزة الأمن تطاردها. We initially locked down some buildings in the capital vicinity. That lockdown's been released. We have no information that this is related to terrorism or is anything other than an isolated incident. وأخبر أحد شهود العيان الذي كان موجودا قرب مبنى الكونغرس أنه سمع عدة طلقات نارية وهو يمشي على رصيف جدة كونستيتيوشن التي تمر بمحاذاة مباني مجلس الشيوخ. I heard a gunshot from the back and I look back and I saw a black small car was chasing by police. I think 5-6 police car. And the car did like one turn. What color the car? Black, small black car. And the car, you know, did one turn and then keep going. And then after a second, I heard a boom. آخر المعلومات أفاد أن السيدة توفيت بعد نقلها إلى المستشفى، وأن الطفل الذي كان في السيارة برفقتها وأحد رجال الشرطة ما زالا يتلقيان العلاج. ربما تكشف الأيام المقبلة تفاصيل ودوافع هذا الفصل الأخير في مسلسل العنف غير المفهوم دائما في المجتمع الأمريكي. إيميل بارودي، واشنطن، الميادين.